المكان هذا عبارة عن بسموه مجمع النصر، بيحتوي على 4 مستشفيات. المستشفى الأول مستشفى النصر للأطفال، المستشفى الثاني هو مستشفى العيون، المستشفى الثالث هو مستشفى الصحة النفسية، وبجواره المستشفى التخصصي مستشفى الرنتيسي للأطفال. بيقدم خدمات للسرطانات وللجراحة الأطفال ولكل الخدمات الموجودة. صارت الضرب من فوق، بعت براميل المية والطاقة كلها ونزلت القذائف هنا مباشرة، واحدة هنا واحدة على الناحية الثانية. كنت بنشوف هذه محطة أكسجين، توليد أكسجين لمرضى السرطانات وورم الدم. المكان الثاني هناك يعني في بشاعة أكثر من هذا المنظر، مكان الآي تي والحاسوب. نزلت القذائف في قذيفة أخرى، نزلت على البوابة الشرقية مباشرة اللي في هناك بوابة السيارات الأسعاف والنقل وسيارات الموظفين، وكان في بعض النازحين موجودين في هذا المربع. هذا هنا غرفة الاي سي تي اللي هي غرفة بنعمل فيها الصدمات الكهربية، علاج الصدمة الكهربائية. هذه طبعا بكون فيها تخدير، غرفة تخدير، وبكون فيها المريض بأخذ صدمات كهربائية تم تدميرها. نفس الشيء هنا عمليات العيون، مستشفى العيون من الجهة الثانية، هي عمليات مستشفى العيون تم ضربها كمان. رسالتنا لمؤسسات المجتمع الدولي انه الوقوف عند مسؤولياتهم، حماية الأماكن الطبية، حماية الأماكن اللي بتقدم الخدمات هذه للناس العزل، للناس المدنيين.